وهذا سائل يقول هو يقع في كبائر الذنوب باستمرار ولكن بعدها يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر منها ثم يعود للذنب مرة أخرى ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر، فما الحل؟ الحل هو ما هو عليه، أنه يتوب ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، يكرر التوبة، كل ما كرر ذنب يكرر التوبة، هذه علامة خير أنه يكرر التوبة ويخاف من الله عز وجل. نعم. ويقول هل يعد هذا من باب الاستهزاء؟ لا، لا ما هم من باب الاستهزاء، هذا من باب الخوف من الله، كونه يكرر التوبة هذا دليل على أنه يخاف من الله وأن في قلبه حياة.